طارق، انا هقول لك بصراحه، احنا يعني النهارده هدفنا منك ايه؟ انت والاستاذ ابراهيم الكفراوي مطلعين بملف العضويه، مش كده؟ عندنا تساؤلات كتيره جدا، بالذات لما مجلس الاداره في الجلسه الاخيره حدد 31 مارس اخر ميعاد للعمل بالاسعار الحاليه. اصبح السؤال الملح اللي بيلح لكل الناس، ناس عايزه تعمل عضويه النادي الاهلي خلال هذه المده، لانه بعد كده الاسعار بتزيد كتير، وانت واحد من المهتمين ولا المطلعين بهذا الملف. مبدئيا واحده واحده، المجلس اخذ قرار انه 31 مارس اخر موعد؟ ده حضرتك المجلس عمل توصيه للجمعيه العموميه، تمام، والجمعيه العموميه اللي في الاخيره وافقت على كده، اللي هي ما عقدتش، فبالتالي بيرجع للمجلس. فوضت المجلس، اصبح قرار جمعيه عموميه، هو خلاص قرار جمعيه عموميه ان اخر ميعاد للاسعار الحاليه هو 31 مارس. عضويه النادي الاهلي الحاليه هو الادويه العامله الكامله اللي هي لكل فروع النادي ومقره، يعني لما تعملها تخش كل الفروع، وعضو عامل له حق الانتخاب وكل حق العضو العامل بالظبط كده، 500,000 جنيه. العضويه عضويه فرع الشيخ زايد 175,000 جنيه، عضويه فرع القاهره الجديده 200,000 جنيه. برضو لما نبص حضرتك لكم للمبالغ دي بالنسبه للخدمات والانشاءات وعدد فروع النادي، يعني حضرتك اللي دفع 500,000 هو دفع 500,000 للجزيره والشيخ زايد والمدينه نصر والقاهره الجديده وما يفتح مستقبلا هيبقى معاه بالظبط. يعني حضرتك لما تشوف يعني لو رحت اي محافظه بالظبط كده فتح فرع النادي بعد كده هو نفس، انت منتجع مطروح ما هو موجود، بيستمتع بجميع الفروع بأضوية جميع الفروع اللي هتفتح كمان مستقبلا. فلما تبص لحضرتك ليها هتبص تلاقي ان القيمه يعني قيمه النادي وزعها على كل الفروع المسائل اعلى من القيمه الماليه الموجوده، ولو حضرتك عملت بيها دراسه مع الانديه الاخرى يعني. فالموافقه بتاع الجمعيه العموميه ان احنا من اول ابريل ال 500,000 هتبقى كام بقى؟ ال 500,000 هتبقى 750,000 اللي هي النادي كله، اللي هي العضويه العامله، المقر وجميع فروع النادي. 250,000 زياده من 1 ابريل بالظبط كده، ال 500,000 هتبقى 750,000، والعضوية الشيخ زايد هتبقى من 175,000 ل 250,000، وعضوية القاهرة الجديدة من 200,000 ل 250,000، من 200,000 ل 250,000. وفي نفس الوقت برضو حفاظا على حتة ان يبقى في اكبر قدر يقدر يستفيد. بس نوضح دي ليه 500 وليه 250؟ لانه هيبقى عضو الفرع هو عضو فرع، يبقى هيستمتع بعضويته في التجمع فقط او في الشيخ زايد فقط بالزبط. لكن اذا دفع ال 500 هيبقى عضو في كل الفروع بالزبط. وما يفتح منها مستقبلا كمان. فالتيسيرات الموجوده حاليا اللي هو ممكن يدفع نقدي او يدفع على 50% من المبلغ و 50% على اربع سنوات. أربع سنوات، على أربع سنوات، ده القائم الطبيعي، القائم الطبيعي حاليا. حضرتك عنده فرصة كمان إن هو خلال أربع سنين طبقا للائحة، إحنا اللائحة القديمة كانت ثلاث سنين، إن يملك إن هو يحول عضوية الفرع إلى العضوية العاملة للنادي كله، يعلي عضويتي وخليها عضوية كاملة، عضوية عاملة كاملة للمقر وكل فروع النادي. يعني أنا اشتركت دلوقتي في الشيخ زايد، اشتركت في الشيخ زايد ب 175 أو ب 200 لا او ب 50 لا حتى الوضع القائم، الوضع القائم 175,000 من حقي لمده اربع سنين من تاريخ من تاريخ عضويتي ان اكمل المبلغ اللي دخلت على اساسه اللي هو كام دلوقتي؟ 500,000. في حاجه بقى جميله جدا في حته التقسيط ده، يعني لو حضرتك لو انت عامل تقسيط للعضويه لفرع الشيخ زايد وهتعمل تعلي عضويتك خلال النادي كله وتعمل استكمال، لازم تكون مخلص الاقساط اللي هي بتاعه الشيخ زايد عشان تقدر تعمل الاستكمال. بتخلص الاقساط دي بتبدا ممكن تبدا اقساط جديده للعضويه العام في الاستكمال. يبقى اربع سنين كمان. ده كادو كبير قوي، لانه عشان نشرحه للناس، انت كده بتعمل العضويه الكامله بتقسيط ثمان سنين. بتعمل الشيخ زايد حاليا ب 175,000، لو عملته في 2020 دلوقتي
هتفضل تسدد في الاقساط، يعني بتدفع نص ال 175 والنص تفضل تسدده لغايه 2024، مش كده؟ بالظبط كده. بعد 2024 فكرت في خلال هذه الفتره تحولها لعضويه كامله، فعايز تعمل، انت احتفظت مبدئيا، حجزت لنفسك الحق في سعر ال 500. ال 500 سنه 2024 ممكن هتعدي المليون وفقا لهذه الزياده الطبيعيه، بس ساعتها انت هتتحاسب على ال 500 مش على المليون. كمان الفرق بين ال 500 وال 175 هتدفعهم على 4 سنين كمان، يبقى انت كده عملت العضويه على 8 سنين. على 8 سنين. طيب انا بقى ايه بفكر وعايز احسن حاجه ليه. طب ايه ليه اعمل عضويه ب 500 دلوقتي؟ ايه اللي يدفعني؟ انا بسال حضرتك، انت الاستشاري بتاعي وانت اللي هتقول لي ماذا يدفعني ان انا اعمل عضويه ب 500,000 النهارده. ما هو حضرتك لو انا عايز اعمل عضويه ب 500,000 النهارده يبقى انا بستمتع بكل فروع النادي من اول يوم. من اول يوم ده حاجه. لو نقلت مكاني المكان تاني، النادي الاهلي الحمد لله شبكه فروع دلوقتي، يعني حاجة القاهره الكبرى الشيخ زايد، مدينه نصر، القاهره الجديده، الجزيره، ربط القاهره الكبرى، دي حصلت لناس كتير. انا واحد منهم. من ضمن الشفاه اللي احنا بنتكلم بيها برضو مصلحه الاعضاء اللي بيستفيدوا من خدمات النادي الاهلي او بيتقدم له الفروع. احنا حاليا عاملين برضو خليه نحل جوه النادي لمكالمه الاعضاء. عندنا مثلا حوالي ما يقرب من 320 عضو تقريبا، كان في الشيخ زايد لغايه شهر بيتدرج تواريخهم، يعني لغايه شهر 6 ينتهي الاربع سنين. كان اشتراك النادي الاضواء العامله على مستوى النادي كان 250,000 جنيه. اليومين دول بنراسل فيهم جامد ان هم يتنبهوا ان هو مين حقه يجي يلحق قبل ما ينتهي الاربع سنين. ب 250 بقى مش ب 500. كانه جاي بيشتري دلوقتي 250. بالظبط. صحيح. رائع جدا، رائع جدا. فالحمد لله حتى احنا دي كانت بناء على الاعضاء الجمعيه يوميه، واحنا في كنا ايام اعداد اللائحه كانت 3 سنين. كنا في الشيخ زايد وطلبوا من كابتن خطيب ساعتها ان هو تبقى 4 سنين، وتعرض علينا في لجنه اللائحه وتم اقرارها من الجمعيه اليوميه. طيب.